تزين مطار الكويت الدولي وارتدى حلة من الورود والمباركات استقبالا لحجاج بيت الله الحرام، حيث بدأت طلائع الحجيج بالوصول وسط إشادات واسعة بما لقوه من خدمات وتسهيلات. موسم حقيقة طيب مبارك، شاهدنا جهود طيبة من الشقيق المملكة العربية السعودية، كل الشكر للمملكة ملكا وحكومة وشعبا. شفنا تنظيم عجيب، شفنا اهتمام، شف من رجال الأمن، من رجال الطوارئ، رجال الدفاع المدني، حقيقة وجدنا تنظيم مرتب جدا جدا جدا، ما واجهتنا الحمد لله أي ازدحام، أي حوادث، أي صعوبات، كانت الأمور كلها ميسرة. كل صراحة الترتيبات كانت على أفضل ترتيب صراحة، على أفضل وجه، وكذلك الناس تعاونهم بالإضافة للمسؤولين خصوصا منظمين الجنود وغيره، كانوا ما شاء الله عليهم الابتسامة ما تفارقهم. استعدادات وتجهيزات عديدة شهدها المطار تمهيدا لاستقبال الحجيج الذين بدأ توافدهم منذ ثالث أيام عيد الأضحى ويستمر حتى 16 من الشهر الجاري، وهو موعد آخر الرحلات المجدولة لحملات الحج البالغ عددهم 8000 حاج. الحج هالسنة كان جدا منظم، وإخواننا في المملكة العربية حكومة وشعبا ما قصروا ويانا، سواء في المرافق العامة اللي كانوا متوفرة للحجاج، الخدمات اللي متوفرة كانت للحجاج، يعني أمور كثيرة وفروها، يعني الحمد لله رب العالمين، وما قصروا ويا أحد يعني، وخصوصا بعد هم عودتنا حق ديرتنا، هم الشباب هني مو مقصرين، كانوا في قمة التعاون معنا ومرنين وسهلوا إجراءاتنا ومشوا أمورنا كلها. هذا الموسم أفضل موسم مر علينا خلال 20 سنة الماضية من خلال حجنا. الموسم هذا كان جميل جميل جدا، وفضلا من العزيز الحكيم كانت هناك جهود جبارة جدا رأيناها في موسم الحج. القطار كان هذه السنة جدا جدا جميل، أسأل الله جل وعلا أن يتم عليهم النعمة. وكما هو الوضع في الأراضي المقدسة من ناحية التنظيم وتسخير جميع الإمكانات، فإن الوضع في مطار الكويت الدولي أيضا شهد حركة مكوكية من أجل استقبال حجاج بيت الله، متسلحا بكافة الاستعدادات والإجراءات الطبية والتنفيذية.